وتعرف منه أغلب الناس اللي يشتغلون بهاي القناة مع شديد الأسف أغلبهم ترى مو من المخالفين، من السيعة. هذا جرمانة، تذكرون هذا ابن نجف اللي عنده قهوة وتجاوز على الإمام الكاظم عليه السلام، شغلوه ممثل. هذا اللي يقول أبو، هذا واحد اسمه عمر اللي يقول أبو قذيلة طلع، أبو قدلة طلع، شاوين أبو عمامة، هاي أيضا يشتغل في هاي القناة. غيرهم من الفنانين، بعضهم المطربين، بعضهم اللي يحاولون يشوهون صورة أهل الجنوب، موجودين يعملون في هذه القناة. لذلك أنا أقول السفياني، حقيقة السفياني راح يعتمد على بعض الشخصيات الشيعية على ضرب معتقد ومجتمع الشيعة، يعني ما راح يستعين بالمخالفين. لذلك راح تلاحظ إلا مقبولية حتى في الوسط الشيعي في المستقبل. شلون؟ أعطيكم مثال. أغلب الناس اللي كانوا بعثية ويكتبون تقارير على أبناء جلدتهم هم شيعة. هؤلاء يعني حقيقة عندهم ولاء لغير الشيعة، عندهم ولاء لشخص مخالف معادل أهل البيت عليهم السلام، لكن شلون إجا؟ باسم الوطنية، باسم أفكار قومية، باسم كذا، باسم كذا استغله. خلنا أقرأ لكم رواية. طبعا هذا الكتاب كلش مهم. أنا عندي طبعا كتاب الغيبة للطوسي وكتاب الغيبة للنعماني، وعندي مال ملاحم الفتن لابن طاووس، لكن اشتريت هذا الكتاب لأنه كتاب أول شيء طبعا مالته جيدة، ثاني شيء جامع لك كل الكتب بكتاب واحد، طبعة جيدة وأوراق زين بحيث يخليك تقرأ. من نجي على نقرأ هاي الرواية مثلا في كتاب الغيبة للنعماني، للعفو الكتاب الغيبة للطوسي في علامات الظهور، أعتقد بس لحظة أعطيكم الباب، باب هذه الروايات أين؟ ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه. العلامات الكائنة قبل خروج الإمام صاحب العصر والزمان في كتاب الغيبة للطوسي يقول عن عمر بن أبان الكلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إنه قال كأني بالسفياني أو لصاحب السفياني، يعني كالسفياني أو صاحب السفياني، قد طرح رحله في رحبتكم في الكوفة. شنو رحله؟ السرحلة ممكن يكون جيش، ممكن يكون فكرة، يمكن يكون إذاعة، شلونها قناة الام بي سي العراق اللي دخلت بالعراق ورا سنة حدثت أحداث تشرين. دخلت قناة ام بي سي العراق في العراق ورا سنة بال 2019 حدثت أحداث ما يسمى بتشرين سنة 2019. تدرون أنه احتفلوا باليوم الوطني السعودي في بغداد في السفارة السعودية ودعوا إلها شخصيات، وأغلب هاي الشخصيات الموجودة كانت في السفارة السعودية في بغداد أصبحت قادة لتشرين، جماعة الخوة، جماعة ولاية كذا، جفاء دعبول، غيث كذا، ذول أغلبهم حضروا هذا الاحتفال في بغداد. بعد ذلك إلهم كان تأثير سلبي في أحداث اللي جرت سنة 2019. رحله هو، هذا رحله، فكره، أفكاره، أدواته في السيطرة على المجتمع. قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى منادي، سبحان الله، منادي شنو هذا؟ الشخص اللي يعمل بالسفارة، نادى منادي الناس اللي جندتهم السفارة السعودية، ممكن من جاء برأس شيعة تعريفه له 1000 درهم. وهذا اللي صار ب 2019، وإلا بربك شخص مثل الشهيد القائد وسام العلياوي يهجم على مقره اللي كان يقولهم نحن عراقيون، ولكم احنا عراقيين. وسام العلياوي اللي اخذ بشهداء ثارس بايكر اللي طب بمنزل الشيخ اللي كان يحرض الناس ضد شهداء وطلاب سبايكر، هذا وسام العلياوي المفروض العمارة وشيعة العراق تقسى وتسوي له تمثال لانه رمز للشجاعة والبطولة، واخذ بثار الشيعة يهجمون عليه هذا الهجوم ويقتل مثل يقتل مظلومة، سبحان الله، يقتل مظلومة، إنسان يقتل، لكن حتى في مقتله أكو ظليمة. الشهيد وسام العلياوي ذكرنا بالشهيد حسن شحاتة، حسن شحاتة قتل الإنسان بين ناس مخالفين ينصبون العدالة لأهل البيت، لكن الشهيد وسام العلياوي بين إنسان تدعي أنها شيعة، عنده تشيع قبلي مو تشيع قلبي. فلذلك يقول في الكوفة، الكوفة شيعية، فكيف أنه هذا صاحب السفياني أو نفس السفيان عندما يطلع رحله بالكوفة ينادي مناديه من جاء براء شيعة علي؟ ما حد يقول له تجعد يسوي احنا شيعة علي،
ما هم انتشارنا اغلبهم كانوا من شيعة امير المؤمنين او البعثية اللي صفقوا صدام وخلوا صدام يسيطر كذا سنوات، ما كانوا شيعة، كانوا شيعة اكيد. من جاء برأي الشيعة علي فله 1000 درهم فيثب الجار على جاره. سبحان الله، هذا اللي حدث في ايام صدام. الجار يكتب على جار، الابن يكتب على ابوه، الاب يكتب على ابنه، الاخ يكتب على اخيه، الاب يكتب على ابنه، والابن يكتب على، وهكذا ويثب الجار على جاره. هذا اللي صار في احداث تشرين. صارت بعض الناس اشتغلت علما للسفارات وللحركات اللي كانت تحمل السلاح وتجر الناس. هذا الشهيد خطيه طفل الوثبه ميثم البطاط، انسان عمره 14 سنه اتهموه بمختلف الاتهامات وهجموا عليه خطيه وطلعوه منك وعلقوه بالهذا. احداث ما اقدر ارويها حتى البث ما ينسى الحقيقه، قاعد ارويها لكم على شكل رموز، اترك لكم تراجعونها في الجوجل وفي غيره وفي غيره. هذا اللي قاعد يصير. انا هكذا افسر العلامات، وفي المستقبل امور اصعب، ممكن انسان عليه ان يتحمل ويصبر ويتمسك بحب محمد وآل محمد وبعقيدته، وما يتخذ غير المرجعية والمؤسسة الدينية والناس اللي يعني حقيقة على يقين منهم تواصلهم مع محمد وآل محمد، ما يتخذ قيادات جديدة. يوم ظهرنا سيد فلان، سيد محمد علي، سيد محمد علي الحسين هذا بلبنان، واشخاص ظهرت في العراق، سيد فلان كذا لحية وشكل جميل ودشداشة وترتيبات، لو دعم منه راح له في الكوفة. السفيان هذا، السفياني يهيئ حقيقة، السفياني ما راح يطلع هيك مثل ما السقيفة ما طلعت هيك اعتباطا، اكو كان لها تمهيد من اليهود، كذلك السفياني إلى تمهيد من اليهود. ترى اليهود ترتب للسفياني. هسه شنو مشروع سفياني؟ شخص هسه الان قاعد تهيئ للمشروع، اما الشخص موجودين ما شاء الله، الذي يعاد محمد وال محمد كثر في الشام في الاردن في كذا في كذا في كذا، لكن مشروعه وتاسيس ادواته راح له في الكوفه. قاعد يهيئون الى من؟ اليهود الذين فرضوا قداسه الشيخين على امه الاسلام. ماكو شيء دليل حتى في كتب المخالفين على قداسته. نكمل الروايه. وكاني انظر الى صاحب البرقع. سبحان الله، خلنا نكمل الرواية بعد ذلك. فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. هذا اللي صار. كان يطونهم شداد دولارات في المطعم التركي، كان صدام في الفرق البعثية يوزع على الرفيقات البعثيات اللواتي يكتبن على أبنائهن أزواجهن رجالهن أبناء جيرانهن، يعطيهم أموال يضرب عنقه، مو هو بنفسه يباشر الضرب، لا، شن مثل ما صار بوسام العلياوي رضوان الله عليه، مثل ما صار بميثم البطال رضوان الله عليه. آلاف واقفة وتصور وفرحانة تحتفل بتعليق طفل صبي عمره 14 سنة ويسمونه هذا كذا، وبعضهم دارس وفاهم وما اكتفوا بهذا، لا، بعد أيام ينشر شخص على أساس واعي ومدرس ومثقف وكذا وهالشيء، يقول لهم ماكو وطن ماكو دوام. هو العصر يروح يداوم بالمعاهد الكذائية الخصوصية اللي بيها فلوس وأموال، والصبح يقول لهم ماكو وطن ماكو دوام، وينشر منشور سبحان الله الحدث أتذكره وأقول اللهم سبحان الله، شوف الله ما مطي ذرية، ليش؟ هذا أحد العذابات اللي قاعد يذوقها. ينشر ضد هذا الطفل اللي حقيقة صلبوه خطية وعلقوه، وفرحان يقول هذا يستاهل لأنه هذا ذيله تبعي. سبحان الله، شوف النفس القومي النفس البعثي، مع العلم هو مو عربي هذا الشخص، لكن عنده نفس قومي نفس بعثي نفس انتقامي. سبحان الله، أكمل الرواية. أما أن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد الكذا. هسه الإمارة مو شرط رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ورئاسة الكذا، لا، قد تكون رئاسة الشارع، رئاسة القبيلة، رئاسة المجموعات، ما تكون إلا لأولاد وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجلا منكم. هسه واحد يقول لي شنو صاحب البرقع؟ وظهرت كل ما يحكي جر النار القرصه، جماعه الكذا اي يجرون النار قرصهم، جماعه الكذا، افتهمني. من اقول انا اليوم اكو طالب مجتهد راح يظهر بين الطلاب ويجيب معدل طبيه، الفاهم راح يفتهم بانه شكو شخص طالب مجد يجتهد باموره راح يصير طبيب، خلاص انتهى. ما قاعد احدد شخص، قاعد اتوصف
الناس موجودين، ممكن ما يكون شخص، أشخاص أو مجموعات متفرقة. هو كذلك صاحب البرقع كذلك، سبحان الله أقرأ الرواية زين، يعني مو شخص واحد صاحب البرقع، قد يكون أشخاص، الناس اللي علاس اللي اشتغلت بالبعث، اللي اشتغلت بتشرين وسببت من سفك دماء شيعة أهل البيت عليهم السلام، شيعة أمير المؤمنين الخلص، هذا من شيعة علي سبحان الله. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت ومن صاحب البرقع؟ البرقع. فقال رجلا منكم يقول بقولكم، ظهر شيعي تشيع قبلي مو قلبي، ظهر شيعي أب وأم شيعة وكذا وهالشي ويحضر مجالس ويلطم ويحضر بالأربعينية، يقول بقولكم سبحان الله يلبس البرقع، يلبس البرقع قد يكون برقع هنا تعبير مجازي، يعني الوجه الحقيقي إلى يخفيه، يظهر موالاة الآل محمد لكن بداخله شنو؟ يحسد أهل البيت عليهم السلام على مقاماتهم، ما يوالي محمد وآل محمد، يوالي آل سعود، يوالي الأموال، يوالي من يدفع، يوالي الراحة، يوالي أنه جالس ومستقر على أنه ينصر محمد وآل محمد ويقدم دماءه. أنا أتعجب على شخص، على شخص يدعي حب أهل البيت عليهم السلام ويريد يعيش في الدنيا في راحة، وهو محمد ما عاش براحة، علي ما عاش براحة، فاطمة الزهراء عمرها 18 سنة أصبح الشهيدة في سبيل ولاية أهل البيت عليهم السلام. أنت تريد تعيش بدعوة وبراحة وكذا وهيش والأمور مستقرة وآل أهل البيت، إذا أمورك تمام أمورك ماشية وفلوس وأموال وكذا، بس منتقدم لا، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت عليه مع عائشهم. شنو تكبيس أحسنت مولانا عراق الله يحفظك. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجلا منكم، سبحان الله منكم يحضر مجالسكم كذا كذا، ما شوفه إلا صار تشريني، صعد على المطعم التركي ومسوي لي هيك، عجيب. أنا أعرف رجل شخص يدعي أنه حسيني ويحضر مجالس ونزل منشور مرة يتجاوز بي على المعزين، لأن يقول هذا ما يعرف يلطم، هذا إذا ما يعرف يلطم يعني هافد مشكل، هو بيتعلم حاضر مجلس عزاء الإمام الحسين عليه السلام، إلا يعرف يلطم يسوي حركات وكذا، بس من صعد على المطعم التركي وسوى علامة النصر ما شاف بعينه شنو يصير بالمطعم التركي، ما سمع الآهات اللي تعبر جسر الجمهورية من شدة ممارسة الوطنية بالمطعم التركي، ما سمعها، ما انتقدها، بس انتقد الناس اللي يطمون على الحسين عليه السلام طريقتهم. عجيب شخص سبحان الله، يقول رجل منكم يقول بقولكم، يحضر مجالسكم يقول بقولكم بإمامة أمير المؤمنين، لكنه ينقلب لحظات ثواني، أشوف صار المجتمع بعثي، صار قومي، صار تشريني، ترك أهل البيت عليهم السلام يريد وطن، هو العدى على ابن أبي طالب عليه السلام يبحث عن وطن داخل حدود سايكس بيكو، اللي عدى أمير المؤمنين عليه السلام وعدى عقيدة يفكر بعقيدة ولا غير ولا محمد وآل محمد، اللي عدى عقيدة يفكر بدعة وراحة على حساب عقيدته ومعتقده. وقول أمير المؤمنين عليه السلام أنا أتعجب بعض، يقول لك شنو تنصر ذولي ذولي بفلسطين؟ أما عجيب على ابن أبي طالب عليه السلام عندما هجم جيش معاوية على الأنبار يقول لقد بلغني إن الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني ذمية مو مسلمة، يهودية أو نصرانية، يقول فلو إن امرأ مات من بعد هذا أسف ما كان به ملوما عندي بل كان به عندي جديرة، يقول إلا أنت تموت أسف تتأسف على هذا الشيء اللي صار من جيش معاوية عندما هجموا على نساء اليهود والنصارى في منطقة الأنبار، ما لومك، أنت عندي جدير، أنت عندك غيرة، أنت عندك شجاعة، فكيف بإنسان مظلوم طفل بريء أنا ما أتفاعل وياه وما أتفاعل المظلوميته، أنه مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، يعتذر الإمام عليه السلام في أحد الأدعية الإمام السجاد عليه السلام، مو هاي تربية وأخلاق أهل البيت عليهم السلام؟ أنا شو لي علاقة بعقيدته؟ إذا إنسان مظلوم لازم أنصره، شنو كان عقيدته؟ ما لي علاقة، شنو بعده راح يسوي؟ ما لي علاقة، هذا إنسان مظلوم، طفل، نساء، حتى الشباب المظلومين. ابتعدنا عن الرواية. فقال رجلا منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم، كأن البرقع مو شرط أنه يلبس غطاء على وجهه أو كمامة أو كذا، لا، قد يكون البرقع هنا تعبير مجازي، أنه يلبس وجه ويظهر وجه آخر، يكون ذا وجهين، وجه قدامك شكل عقائدي شيعي كذا كذا، لكن وجه الحقيقي لا، مو يم أهل البيت عليهم السلام، دين شنو؟ قوميته، دين شنو؟ لونه، دين شنو؟
الأموال التي تدفع وهكذا راحته أهم شيء. يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفوا ولا تعرفونه فيغمس بكم رجلا رجلا. هذا اللي صار وبوقت تشرين وبوقت البعث قام ناس شيعة مخلصين حتى ما لهم علاقة بالسياسة ولا بالدولة ولا بالبرلمان قاموا يستهدفون. ليش؟ يعني صاحب عقيدة حقيقية. منو هذا؟ هذا واحد شخص يعرفهم قريب عليهم، يعرف ايش قاعد يفكر، قاعد يختار شيعة علي واحد واحد بزمن السفيان. شلون راح يصير الأمر؟ شلون راح يستهدفون شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ عنده ولاء وعقيدة حقيقية المتمسك بمحمد وآل محمد، مو متمسك بالمتردية والنطيح. مو يظهر لمثل القريش يسوي لبث وصارت عنده قناة بها مليون متابع أو كذا وأنا أخذ عقيدتي من هذا الشخص. عجيب. عندك مراجع، عندك ناس فطاحل في قم في النجف الأشرف، تتركهم في سبيل شخص يلتقي بأيدي كوهين وعنده دعم مادي ومعنوي. ما احنا عندنا قنوات كانت قبل ما يلبس كذا هو، لكن تغلق القنوات ما دام انها ما موافقة على فكر الآخرين تغلق القنوات. المشكلة مو بالإعلام حبيبي، المشكلة انك تختار صح. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه فيغمس بكم رجلا رجلا أما أنه لا يكون إلا ابن سبحان الله، يعني ابن الحلال، ابن الطاهر المولد، ابن الماك، ابن الأبوة، كل لقمة حلال ما يسوي هذا العمل. الجاي من نطفة حلال ما يقوم بهذا العمل إنه يغمز بالشيعة واحد واحد يقول بقولهم لكنه شنو يعلسهم. هذا اللي قاعد يصير مع شديد الأسف، هذا اللي قاعد يصير. وأحذر من عنده بالأيام القادمة شيعة علي بن أبي طالب، لا ينخدعون بعض الشعارات اللي قاعد تطلق ولا يثق بأي شخص، لأن الأمور تتقلب. في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، تبه يمي، في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. في بعض الأمور المصيرية راح تعرف ناسك. وقت البعث عرفنا ناسنا منو شيعة حقيقي ومنو لا، إنسان متملق ممكن أن يكون يزيدي إذا ظهر يزيد. في وقت تشرين عرفنا منو صاحب البصيرة وما يخطئ ومنو اللي انجرف ويا التيار الجارف بسبب الإعلام وبسبب السفارات وبسبب الدعم المادي. العقل الجمعي عندما ياخذك فعلم أنت مو صاحب عقيدة، مو إنسان عندك شخصية. الإمام الصادق عليه السلام يقول إياك أن تكون أمعة، فقيل وما الأمعة؟ قال الذي يقول أنا مع الناس ولا يعرفهم على حقم على باطل. بعضهم مدفوع، بعضهم أمعات، بعضهم ما عنده بصيرة ببعض الأمور. فعليك أن تكون إنسان ذكي، إنسان واعي، إنسان صاحب عقيدة، إنسان ما يزلزل ببعض المواقف، لأن الأمور القادمة حقيقة كل ما يخطر فرض ظهور صاحب العصر والزمان الأمور راح تشتد. بس ما راح أقول لك أنت شنو يعني تكليفك وشنو عملك، كن صاحب عقيدة. أقرأ روايات العلامات الظهور عليه السلام ببصيرة، فكر بها ببصيرة وطبقها على أرض الواقع، راح تنفتح لك هواية آفاق. الشيخ علي الكوران الله يحفظه كان إلى مواقف عقائدية، مواقف شجاعة حقيقة. هو بآخر أيام حياته كان ما يقبل أتصل عليه بالفضائل، أن يقول لي مثل هو تعرض لبعض الجماعات فيخوفا عليه. لكن سبحان الله في آخر أيام حياته حتى بالوصية مالته من كاتب أنه طلب عرضوا عليه أنه يدفن في قم المقدسة عند فاطمة المعصومة في مكان مخصص بين العلماء، قرب العلماء، قرب الشيخ بهجت، لكنهم في النجف الأشرف. عرضوا عليه حتى بيت مرجعيات دينية معينة أنه يدفن في ضريح الإمام الحسين عليه السلام، لكنه أصر سبحان الله ببصيرته أن يدفن في منطقة جبل عامن في بلدة ياطرة. ليش؟ لأنه قد يكون يعلم بما راح يحدث في الأيام القادمة والأمور الصعبة اللي راح تمر بها شيعة لبنان. فكان يحث أنه يكون لهم مواطن قدم في جبل عامن في لبنان حتى هاي المنطقة تبقى شيعية راسخة. قدمت دماء، قدمت شهداء، قدمت مفكرين، لبنان قدمت خيرة العلماء. يعني شنو أذكر مثلا المحقق الكركي، الشيخ البهائي، العلامة الحر العامل رضوان الله عليه، غيره وغيره وغيره، وأخيرا الشيخ علي الكوران الله يحفظه. أكون على وعي وكونوا على يقين بين الأيام القادمة
ممكن تكون أصعب من هاي الأيام، ممكن إنسان يفقد راحته، ممكن إنسان يفقد سكنه، يمكن إنسان يفقد كذا، لكنه يجب أن يكون صاحب بصيرة وما يفقد إيمانه ولا يفقد بصيرته، لأن بالمواقف الصعبة راح تتبين معادن الرجال في تقلب الأحوال. علم جواهر الرجال، تعرف جواهر الرجال شنو، هذا شنو الإنسان، هذا متزحزح، هذا ثابت الإيمان، صاحب بصيرة. لذلك المواقف الصعبة على الإنسان أن لا يتخلى عن آل محمد.